هل هناك فرق بين الاستعانة والتوكل؟ الاستعانة طلب العون، والتوكل تفويض الأمور. في فرق، تفويض الأمور إلى الله والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، هذا التوكل. أما الشيء، نعم، العبارة الأخرى التوكل، لا، الاستعانة. الاستعانة طلب العون، دعاء، تطلب من الله يعينك. أما التوكل فهو تفويض الأمر إلى الله عز وجل. نعم.